بركان الغضب يتدفق في وادي حضرموت من مختلف مديرياته ومناطقه. القطن تجدد العهد وتقول إن الخيارات السلمية هي أولى خياراتها ولكنها ليست الوحيدة، وتؤكد للمجلس الرئاسي أن التصعيد مستمر حتى تنفيذ مطلب وقرار الشعب. شعب الجنوب أبناء حضرموت الوادي ينشدون التحرير، حان الأوان وحان الوقت لأبناء الوادي أن يحكموا قبضتهم على أرضهم، هم الأكفى على تحرير أو على تأمين أراضيهم وتأمين مكتسباتهم وحماية مصالحهم. لا مجال ولا داعي لهذه القوات العسكرية الشمالية. الشعب الحضرمي خرج ليقول لا للمنطقة العسكرية الأولى، نعم لإحلال النخبة الحضرمية، نعم للأمن والأمان. مسيرة سلمية خامسة في القطن خلال شهر، ومواطنو المديرية مصرون على تحقيق مطلبهم المتمثل في رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض والإسراع في تشكيل قوات دفاع حضرموت. لابد أن يرحلوا من هذه المنطقة ويحكموا بلادهم اللي حرروها من الاحتلال الذي جاذب على صدورهم والذي زجبهم إلى عندنا كلهم. ماذا يريدون من حضرموت؟ حضرموت بيحكمها شعبها. حضرموت هي أصل مصدر الأمن والأمان لكل المحافظات، فلماذا جاءت من على بعيده في الأرض والفساد؟ المسيرة في نهايتها توجت بمهرجان جماهيري تخللته العديد من الكلمات الخطابية والرقصات الشعبية التراثية التي تؤصل الروح الوطنية وتعزز مداميك القوة والعزيمة لأبناء الشعب الجنوبي في تقرير المصير.